طيب نروح لمواطن القوة ومواطن الضعف. تمام، اول حاجة في نقاط القوة طبعا هنتكلم على الهداف الفرقة، مين اكتر اسيست، مين اكتر صانع، واحد بيصنع فرص. اول حاجة هداف الفرقة زي ما قلنا الاثنين المهاجمين بتوعهم اللي هو حمدي العشير جايب 3 اهداف، ده الارقام دي في الدوري. ايوه الحمدي العشير جايب 3 اهداف، ابراهيم البحراوي. لا الارقام ممكن نرجع نقاط القوه، للتشكيل. التشكيل نرجع لنقاط القوه هنلاقي مكتوب نقاط القوه نقاط بالنسبه القوه للاهلي. ونقاط ال حمدي العشير جايب 3 اهداف، ابراهيم البحراوي جايب هدفين، ده الاكثر تهديفا. اما الاكثر صناعه للفرص في حمدي، يعني الاثنين المهاجمين برضو من ايوه اكثر الناس اللي صانعين الفرص، اللي هو حمدي العشير عامل 8 فرص وابراهيم البحراوي عامل 8 فرص، وزكريا حضراف اللي هو الجناح اللي غالبا بيكون بديل، يعني برضو لعب عدد مباريات قليلة بس على مستوى الصناعة كويس جدا. فعال، يعني فعال عنده نسبة الفعالية رغم ان لاعب ما لعبش قلة كتير. مشاركته لكن فعال، يعني لكن الفترة اللي نبص بيشارك فيها نقدر نقول انه بيشتغل وبيعمل شغل. طبعا بالنسبة للاثنين المهاجمين هتلاقيهم موجودين في الاكثر تهديف وفي الاكثر صناعة، دليل ان الكرة دايما بتتلعب لهم قدام تمرير طولي هم بيتصرفوا بيها. يعني ده برضو حاجة مهمة ان انت هيتلعب عليك باثنين مهاجمين فلازم يكون عاملين حسابنا في النقطة دي. ما تعتقدش دكتور احمد ان وارد قدام الاهلي يلعب براس حربة يعني واحد؟ انا اعتقد يعني هو في كل المباريات الاخيرة اغلب مباريات نهضة بركان بيلعب بالاثنين المهاجمين، يعني دايما بيلعب بابراهيم البحراوي وحمدي العشير وساعات يخش معاهم محسن يجور. تمام، حتى في مباراة الكونفدرالية، حتى في مباراة النهائي قدام بيراميدز مثلا. يعني انا لو تسألني رأيي شخصي انا اتمنى ان الراجل يفتح المباراة ويهاجم. يعني هو مش حكاية يعني فتحة، هو ممكن 5-3-2 اللي هو مثلا هيلعب بثلاثة مدافعين وباك يمين وباك شمال وثلاثة ارتكاز منهم مثلا زي كاروش كصانع العاب واثنين مهاجمين، او 4-3-1-2 اللي هي 4-4-2 دايموند. أيوة. اللي هي 4-3-1-2 دي برضو بتأمن، انت عندك بيلعب بثلاثة ارتكاز واربعه ورا وصانع العاب واحد واثنين مهاجمين. ففي يعني حد لحد كبير دي اداء اغلب الطريقه، يعني برضو حته التغيير في الطريقه هتبقى بالنسبه له صعبه ان هو برضو يجي يغير الطريقه يلعب فجأة. بطريقه مختلفه. اعتقد ان هو ممكن كمان يعتمد على الخبرات، يعني شفنا زهير العروبي حارس المرمى اللي هو حارس الوداد السابق ده ما كانش موجود اصلا في المباريات، يعني دخله في اخر مباراه لما حس ان الحارس الثاني ضعيف خاصه على مستوى التسديدات وعلى مستوى الضربات الثابته. على فكره بيحضروا الماتش الاهلي نقطه مهمه جدا، يعني انت بتتكلم ان هو احنا قلنا ان هم ميزتهم في الضربات الثابته والركنيه، لكن هم برضو عندهم مشكله في التعامل مع الضربات الثابته والركنيه. يعني انا بشوف ان التفاصيل الصغيره اللي هي الضربات الثابته والركنيه هتفرق كتير في مباراه زي دي، خاصه ان هي بطوله من مباراه واحده. نكمل الاكثر محاولات تصويبا، الان تراوري اللي كريم اتكلم عنه اللي هو البوركينابي اللي هو ممكن يخش يعني لو دخله هيبقى في وسط الملعب وساعات بيلعب جناح. الان تراوري ده الاكثر تسديد، مميز بالتسديدات، عامل 20 محاوله. ابراهيم البحراوي 16 محاوله، شيخ قطاره 13 محاوله. نيجي بقى للاثنين التمريرات اللي اتكلمت وقلت عليها مهمه جدا ان انت تضغط عليهم. أيوة. التمريرات الكتير بيبين ان الاثنين دول بيحضروا اكتر، دول الخبرات. عندك عمر النمساوي اللي هو الباك اليمين كورته حلوه 646 تمريره بنسبه دقه 76%، واسماعيل المقدم اللي هو المساك اللي ناحيه الشمال اللي هيبقى دور كبير لمحمد شريف في الضغط عليه. محمد شريف صحيح بقاله 6 مباريات ما بيسجلش مع النادي الاهلي، لكن ان شاء الله المباراه دي باذن الله هتكون مفتاح مهم جدا، يقدر يستغل كبر السن ويقدر يستغل انصاف المساحات الموجوده ويقدر يضحك على المدافعين لما ينزل يسقط ويفضي مساحات في ظهرهم. محمد شريف، اسماعيل المقدم برضو عامل 637 تمريره بنسبه دقه 80%.